تشكيل وزاري جديد فيه الخارجية والهجرة الاتنين في وزارة واحدة. مين بقى الوزير الجديد اللي هيمسك الوزارة بعد سامح شكري؟ اللي هيمسك وزارة الخارجية والهجرة هو بدر عبد العاطي، وده كان المتحدث الرسمي باسم الوزارة. بدر عبد العاطي عنده 58 سنة، اتخرج من علوم سياسية جامعة القاهرة 1987، وخد الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2003، وكان المسؤول عن ملف الشؤون الأفريقية والكونغرس من 2003 ل 2007. بدر عبد العاطي مش أول مرة ليه كمتحدث، بس كان المتحدث الرسمي للوزارة من 2013 ل 2015، وفي نفس الفترة دي عبد العاطي كان نائب مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، وفي 2012 كان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط لمدة سنة. عبد العاطي كان سفير لمصر في عدة دول أبرزها أمريكا واليابان وإسرائيل، وكان سفرنا في ألمانيا من 2015 ل 2019، وذكرنا ألمانيا بالتحديد عشان منحته وسام الاستحقاق في 2020، وده بسبب الطفرة اللي شهدتها العلاقات الألمانية المصرية في فترة توليه المنصب. وفي 2024 كان سفير لمصر في بلجيكا ودقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي لحد يوليو 2024، ده كمان كان مندوب مصر الدائم في حلف الناتو لحد يوليو 2024. وقبل ما نختم خلونا نقول لكم إن بمناسبة أحداث غزة، فعبد العاطي كان مدير لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية من 2007 ل 2008.